ختاماً، رفضت سيدة خدمة والدة زوجها، فهذا ليس من الشرع تقول، وقد وافقها القاضي حين لجأ إليه، فخدمة الأم واجبة على أبنائها. ولأن الزوج منشغل في عمله، بات عليه أن يقتصد في معيشة أسرته وأن يستأجر لأمه ممرضة تخدمها. لكن يضيف القاضي، قد يكون دخوله على أمه والممرضة بجانبها فتنة، فأنصحه بأن يتزوجها ليجمع بين خدمة أمه ودفع الفتنة والشبهة عن نفسه. وطبعا هذا من حقه، لأن الشرع الذي تتمسكين بحكمه سيدتي في عدم وجوب خدمتك أم زوجك هو نفس الشرع الذي حكم له بجواز تعدد الزوجات. مولانا، هل لي أجر عند الله إذا قمت بخدمة حماتي؟ سألت الزوجة ورد الشيخ: نعم بالتأكيد. فنظرت إلى قرينها وقالت: إذن يا زوجي العزيز، أحتسب الأجر عند الله. إلى اللقاء. هنعيط من الإيمان والتقوى. يا سلام على التقوى.